ظاهرة التسول من أكتر الظواهر السلبية اللي انتشرت في مجتمعنا، للأسف بتزيد كل يوم وبتاخد أشكال وصور جديدة، والمتسولين بيبتكروا كل الحيل عشان يستعطفوا الناس وياخدوا منهم فلوس بأي شكل. ومن بعد استغلال الأطفال وكبار السن بقينا نشوف ناس شكلها شيك ومحترم بتتسول وتقولك أصل فلوسي اتسرقت، وللأسف بننخدع في شكلهم معظم الوقت، وكل يوم بنشوف آلاف الضحايا للنصب تحت شعار التسول والظروف. تعالوا نبدأ من مصر. الصدمة. أنا أسفة، ممكن أطلب من حضرتك بس طلب صغير؟ أنا بس شنطتي اتسرقت وكنت محتاجة أي مبلغ أروح بيه. اتفضلي يا أنسة، دي حاجة بسيطة. ظاهرة التسول انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وابتدت تاخد أشكال مختلفة، لأن المتسول نفسه ابتدى هو كمان يطور من شكله، بقينا نشوف ناس شكلها محترم أوي ولبسها محترم أوي. لو قابلت حد من النوع ده وساعدته وبعدها اكتشفت إنه نصاب، هتتصرف معاه إزاي؟ هو أنتِ؟ مش أنتِ اللي لسه عاملة عليا الفيلم ده من يومين وخدتي برضه مني فلوس؟ أنا؟ لا أكيد حضرتك غلطانة، أنا عمري ما شفتك قبل كده. صباح الخير. هو أنا بس ممكن أستأذن حضرتك في حاجة؟ بصي، هو أنا شنطتي اتسرقت مني دلوقتي، مش عارفة أعمل إيه ومش عارفة أرجع إزاي، معيش موبايلات، أنا من اسكندرية، بس هي أنا قلت الأستاذة كنت محتاجة بس مبلغ أروح، معلش أنا آسفة يعني. بقالي ساعتين مستنية حد ومفيش حد جه، فمعلش ممكن تدفعوا لي فاتورة؟ أنا آسفة يعني، تقريبا حوالي 180. أنا مش بشحت على فكرة، أنا بس أنا في ظروف يعني، معلش ممكن أي حاجة أرجع. لا مش عارفة. يعني أنت مش عايزة تساعديني يعني؟ أنا بقولك حطي نفسك مكاني. لا معلش، أه مش عارفة. هاخد تاكسي. مش هقدر أساعدك. معلش انا بنت زيكوا يعني، والله انا عارف انا مش عايزه اقول لراجل. انت حضرتك ست طيبه وقلت ماشي، ما انا ظروفي مش سامحه ان انا اديكي، لان انا مش معايا، مش عامله حسابي هعمل ايه. طيب معلش، بصي انا الفلوس هرجعها لك، هتديني رقمك؟ مش عارفه ترجعيها ولا ترجعيها. انا معلش اتحطيت في موقف وحش قوي، مش عارفه اقول لك ايه. لا ممكن تقولي لهم، وقولي لهم ان حد هيجي يجيب لي الفلوس. انا مش عارفه والله اتحطيت في الموقف الوحش ده ازاي، مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يخليك، شكرا. طب اي حاجه مساعده خلاص، شكرا. مش عارفه اقول لك ايه. لا وانا جاهزه، كتر خيرك. مش حبتي، مرسي جدا، ربنا يخليك. والله العظيم متاسفه جدا، والله متاسفه. انا خالص عادي يعني، اي حاجه انا معرضه. ربنا ما يوقعكش في ضيقه، متشكره جدا والله، انا اسفه جدا. بص حضرتك ممكن تديني رقمك؟ سيبيها على الله خلاص.